هي بقعة تعد من أجمل الأماكن الطبيعية السياحية في لبنان، إنها جزيرة النخيل أو ما يعرف بجزيرة الأرانب في ميناء طرابلس. إقبال كبير تشهدها هذه الجزيرة من كل المناطق اللبنانية، رغم الغياب شبه التام عنها من حيث العناية بها وتقديم الخدمات للزوار. كتير حلو وبيئة نظيفة بقلب لبنان، شي مطرح جديد لقلنا جينا لهون. هل أنت أول مرة بتجي لهون؟ إيه أول مرة. من وين جايين؟ من بقع، من عنجر. هترجعوا تعيدوها؟ صح، نعم. بقلب لبنان يعني شي محل جديد ومنيجي فيها ومنزورها، وكل العالم لازم يجوا يشوفوا شو السياحة، ولازم نقوي السياحة طبعا لبنان ويكون منيح كتير. بس شفت المي أنا شوي يعني I got surprised يعني to see such clean water يعني بلبنان، يعني كل حياتنا كنا نروح على غير محل ونتسبح هونيك، لون المي كان بتعرفوا لون كتير غامق وأخطر يعني، بس جينا هون كان الماي كان كتير ترانسبيرنت وكان كتير تيركواز وبلو. ف يوجولي وي سي ساتش ثينجز يعني على صور على انستغرام غير بلاد، بس انبسطت كتير بس شفت السيم يعني السيم كلين ووتر بلبنان. ف ات از ا بليس ذات وورث كومينج. اجواء حلوه وهيك، بس شو بقولوا هيك لازم يهتموا أكتر الدولة فيها أكتر شوي، يزبطوها أكتر ينموها أكتر لأنه حلوة. حبيت أعمل له سيربريز لجوزي عيد الأب، بما أنه هلأ قرب عيد الأباء، إن شاء الله بنعاد على جميع البيات يا رب. صراحة كتير كنا متحمسين لهالمشوار، مش كتير على قد توقعاتنا، كان عنا توقعات أكتر. من وين جايين؟ نحن جايين من المتن، من مزرعة. شو هو المشعة توقعاتكم؟ شو اللي انتظرتوه تشوفوه ما شفتوه؟ نظافة أكتر على الجزيرة، اهتمام أكتر يعني يكون في كيوسكات أكتر، إنه بتشجع السياحة. كتير حلوة وحبيت كتير الجزيرة حلوة، وحبيت إنه في ناس بتجي والبحر قديش نظيف هون. جاي زيارة أم جاي؟ لا جيت زيارة، هلأ عرفنا هلأ بدون يفتتحوها وجيت أنا والولاد. جو كتير حلو هوني، كل شيء يعني أنا ما كنت متخيلة أنه أجي لقي عالم هون، بس طلع في عالم منيح بيجوا لهوني. شو ناقص اليوم جزيرة النخيل؟ ناقص أنه يكون أصلا عالم إسا أكتر بيعرفوها، لأن حسيت أنه في عالم بس مش كتير بيعرفوها، يعني أنا حكيت لرفقاتي يعني جاية لهون ما حدا بيعرفها. يذكر أن جزيرة النخيل تقع بين مجموعة من الجزر وتفتح أبوابها للزوار صيفاً لمدة 3 أشهر في السنة فقط.